انا اسمي احمد سليمان، انا كوفاوندر في كلاود ناينرز. يعني انا عرفت عن السوفت وير ستارت اب ويك اند من تويتر اكشلي، يعني وتحمست جدا جدا الفكره. انا يعني انا اوريدي عندي ستارت اب وفيري انترستد في الفكره عموما، يعني ف يعني جيت عشان اكوميونيكيت واشوف الناس الجيكس واتعرف على بقيه الشباب، يعني واشوف الناس الافكار ايه وايه الحاجات اللي ممكن نعملها سوا، ايه التكنولوجيز اللي الناس تعرفها وكده. وحضرت، انا كان عندي فكره يعني من مده لها علاقه بمشكله شخصيه لها علاقه بيا، يعني هي حكايه الكالندر. انا عندي مشكله مش عارف استخدم الكالندر، لان وطبعا ذاكرتي ضعيفه لاني ديفلوبر. مشكلتي انه كل الكالندرز بيزد على التايم، يعني دايما الواحد بيبقى عنده مشكله انه يحط الايفنت في ميعاد معين، وانا مشكلتي ان حياتي مالهاش علاقه بالمواعيد شويه. ففكرت في فكره اسمها فكرني، لما جيت هنا يعني عملنا البيتشز وطلعت اتكلمت عنها في دقيقه. انا جهزت يعني الحقيقه جهزت الموضوع بسرعه جدا، يعني انا خدت قرار حتى انا اطلع اتكلم ده في اخر وقت، يعني كنت تقريبا قبل الاخير يتكلم او حاجه. يعني في الوقت ده طلعت اتكلمت في دقيقه، شرحت الفكره بمنتهى البساطه، ويعني سربرايزنجلي اخدت تاني اعلى فوتس. انا صراحه ما كنتش مصدق، يعني كنتش متخيل حتى يعني الفكره تعجب الناس وكده. بعد ما خلصنا الفوتنج، فوتنج بروسس كانت فيري نايس بروسس اكشلي. وبعدين بعد ما خلصنا كل واحد كان ماسك ورقه كده فيها اسم الفكره، وبدانا نعمل ريكروتمنت للتيمز. الناس اللي انترستد في الفكره بدات تيجي وتقول هي انترستد في ايه الحاجات اللي تقدر تعملها. احنا كنا مينلي عايزين حد يشتغل اندرويد او جافا ديفلوبرز، هنا محتاجين كمان جرافيك ديزاينر. و يعني الفوتنج بروسس عجبتني الطريقه فيها قوي صراحه، يعني انا عجبتني فكره انه اللي بيعمل فوتس هم الاودينس مش جادجز او انفستورز او كده. دايما سبيشالي في حاجه زي احنا بنعملها دي، هي موبايل ابلكيشن، وبالتالي الاودينس هو الراي اهم في الحقيقه، لان هو اللي بيشتري يعني. ف يعني انا عجبتني الحكايه دي الاول. تاني حاجه عجبتني طريقه الستيكرز اللي بتتحط او الستيكي نوتس اللي بتتحط على كل فكره، وازاي كل واحد واقف قدام فكرته بيشرحها للناس. يعني اي لايك ذا ايديا، يعني والطريقه اللي اتنفذت بيها. هي كانت شكلها طبعا ايه فوضوي شويه في الحقيقه، لكن هي في الحقيقه كانت منظمه. يعني هي شكلها فعلا فوضوي شويه، لكن في الحقيقه كانت ماشيه كويس قوي، سربرايزنجلي كانت شغاله كويس يعني. فكرني كانت حل بقى مشكله الكالندر دي، هي ان احنا نعمل ايفنت بيزد كالندر او تريجر بيزد كالندر. يعني ان انا مشكلتي دايما انا عايز افتكر لما فلان يتصل بيا افتكر اعمل حاجه معينه، او افتكر اقول له حاجه معينه. لما اكون داخل المكتب مثلا افتكر ابعت ايميل فلاني، لما اكون ماشي من المكتب اعمل حاجه معينه. يعني الكالندر من وجهه نظري المفروض مش تبقاش بس تايم بيست، المفروض تبقى ايفنت بيست او تريجر بيست. طبعا الكرياتيفيتي فين في انواع التريجرز، انواع الاكشنز، ازاي انتجريت ديبلي مع اندرويد. احنا بيزيكلي طبعا بنكابيتلايز على اندرويد، لانه ايفون مش بيسمح لنا قوي يعني احنا نعمل كل الانتراكشن ده مع الاوبريتنج سيستم يعني. ف يعني هو ده الحل، وهو هي فكره فيري سمبل يعني، لكن من وجهه نظري هي فيري اتراكتيف وكل الناس ممكن تستفيد بيها قوي. انا اسمي مصطفى، جافا ديفلوبر. انا سمعت عن الستارت اب ويك اند قبلها بيوم بالظبط، ما لحقتش اجهز فكره، بس كانت عندي فكره قبل كده ما لحقتش اصيغها كويس، بس عرضتها برضو. بس بعد ما عرضتها في فكره تانية عجبتني اكتر، فسبت فكرتي واشتغلت فيها، اللي هي اللي فكرني. هي الفكره دي عن يعني كونسبت جديد للكالندر، تبقى كالندر بيزد على الايفنتس مش التايم. الفكره عجبتني لانها يعني هتنفعني انا شخصيا، انا يعني تقريبا اول واحد هيستفاد منها. احنا شغالين دلوقتي بنعمل الديمو، يعني ديمو صغيره قوي، يعني تبقى فيها وان فيتشر بس اللي هو الانفراستراكشر هتخلينا نعرف نكمل بقيه الفيتشرز اللي فيها دي. ان شاء الله هنعرضها بكره مع البرزنتيشن والبزنس بلان. انا مصطفى زدان، سوفت وير انجينير. كل انا ما كنتش اسمع عن الايفنت ده لغايه يومين كده، كان في اصحابي حمسوني جدا ان انا اجي. بعد ما جيت انا بصراحه انا حضرت ايفنتس كتير الفتره اللي فاتت، بس ده من احسن الايفنتس اللي شفتها يعني في الفتره دي. البروجكت اللي احنا شغالين فيه فكرني ايفنت بيزد كالندر،
بيقوم حوالينا ان احنا بنغير الكونسبت، بنفكر في كونسبت مختلف للكالندر. التيم رائع بصراحه، يعني الفكره ان احنا انا جوينت فكرني اصلا في الاول علشان انا عندي مشكله في بالظبط اللي كانت مقابله احمد في اللي هو كان بيعرض تقريبا فكرتي اللي هو ايوه انا عايز حاجه كده تمام. بس ف بالنسبه اللي احنا هنشوفه اللي انتوا هتشوفوه بكره ان شاء الله يعني هيبقى حاجه جميله. انا محمد حجاب، ايفون ديفلوبر من شركه انتوفي اساسا، وده كان السبب تعرفي الاساسي على الايفنت ديت. الحقيقه انا مش من هواة الحاجات الاجتماعيه من انواع ديت، بس لما جيت انا هوت اكتشفت ان انا كان فايتني حاجات كتير. الايفنت انا هوت ايفنت قويه جدا، التحضير ليها كان فوق الخيالي فعلا، وفعلا الفكره نفسها ما كانت غير تقليديه، ان كل واحد يبقى عنده فكرة ويعرضها قدام الناس. هي دي اللي احنا كنا عايزينه من زمان، ده اللي كان مطلوب. عجبني في المشروع اللي انا اشتركت فيه بعد كده هوت، اللي هو كان اسمه فكرني، كان ان هو مش غير ان هو مش عادي، وان هو في ناس كتير محتاجاه، ان هو صعب مش سهل، ان هو مليان تحديات، وفي حاجات وفوق كده وكده، ان الاهم من كل دوت ان هو الناس كلها محتاجه حاجه زي كده. هو فعلا اغلبنا ذاكرته مش كويسه، اغلبنا محتاج ان حد يفكره. وفي الاخر خالص من املي البرنامج دوت يوصل لاكبر عدد ممكن من الناس، وده اللي هيحصل ان شاء الله. ايمن سمير، جرافيك ديزاينر شغال في شركه انتوفي. ده كان سبب تعرفي على ستارت اب ويكند. هو ايفنت لذيذ جدا يعني، وانا يمكن اول مره ادخل في حاجه زي كده. مبسوط جدا، حاجه كويسه قوي، بتحمس الشباب. معظم الناس اللي عندها ايدياز كلهم كانوا من الشباب يعني، ما فيش حد كبير. البروجكت اللي انا فيه عجبني جدا، فكرته حلوه قوي. انا واحد من الناس اكتر واحد بينسى يعني، انا بنسى في اوقات كتير قوي، فكانت حاجه محفزاني ان انا يمكن من اول واحد، ممكن اول يوزر ممكن يبقى موجود على في الموبايل ابلكيشن ده. شايف ان التيم كويس جدا يعني، ناس ممتازه، في ناس اشتغلت معايا قبل كده وناس اشتغلت معاهم قبل كده يعني، فان شاء الله متوقع حاجه كويسه باذن الله يعني.